السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس فوتوشوب في ساعة. هنكمل مع بعضنا النهاردة الكورس، والنهاردة معانا درس بسيط جدا: إزاي أجيب صور من بره البرنامج وأدخلها جوه البرنامج وأبدأ أشتغل عليها في مساحة العمل اللي احنا عملناها الحلقة اللي فاتت. علشان أعمل إنسيرت أو أوبن لعدد من الصور عندي أكتر من طريقة. اول طريقه اللي انا بروح عند قائمه فايل وبضغط على اوبن وبحدد الصور اللي انا محتاجها، وبعد كده بضغط على اوبن، كده بيفتح لي الصور اللي انا محتاجها. او في طريقه تانيه اللي انا بروح للملف من بره كده وبحدد الصور بالشكل ده وبسحب الصور كده جوه البرنامج وبحطها في الشريط اللي فوق كده. طيب ازاي بقى انقل الصور دي جوه مساحة العمل؟ الطريقة بسيطة جدا، بسحب الصور كده بخليها بره كده وباجي عند مساحة العمل وبسحب الصورة كده كده. انا نقلت الصور اللي انا عملت لها انسيرت جوه مساحة العمل. طيب ممكن اعملها بطريقة ابسط من كده، نفتح الصورة كده واسحب الصورة من بره كده واروح على الفايل اللي انا عايز انقل فيه واحط الصورة فيه كده. دي طريقة تانية. طيب بعد ما نقلت الصور كده انا بتحكم فيها كده ازاي او بنقلها ازاي؟ اول اداة معايا هنا هي أداة الموف تول. يعني ايه موف تول؟ هي أداة التنقل أو التحريك، بنقل بيها كل جزء في التصميم وبرضو بصغر الصورة وبكبرها. طب ازاي اصغر الصورة واكبرها؟ مفيش الكورنر اللي انا هبدأ اصغر واكبر منه، ازاي اظهر الكورنر ده؟ بضغط هنا عند شو ترانزفورم كنترول، بيظهر لي الكورنر او الفريم اللي انا ببدأ اصغر منه واكبر منه. دلوقتي الصورة لسه انا ما اكدتش تصغيرها في هنا، طالما علامة الصح دي موجودة يبقى انا ما اكدتش ان خلاص صغرتها او خلاص كده ما صغرتهاش. لو انا ضغطت على الكنسل او الكروس دي كده رجع كل حاجة زي ما كانت. طب انا عايز اصغرها، بصغرها كده وبضغط على علامة الصح او بضغط على انتر كده هو صغرها. طيب يعني ايه لير؟ اللير دي زي العمارة، اول دور تاني دور تالت دور رابع دور. فانت لو وقفت الطيارة من فوق اكيد انت هتشوف الرابع مش هتشوف الاول، هكذا اللير. اللير هنا عبارة عن لير 1 لير 2 لير 2 لير 4 على حسب انت بتسميها. سميها 1 2 3، ده ترتيب اللاير عندي. اللاير 3 هو اللي من فوق فهو اللي واضح عندي هنا. طب انا لو نزلت اللاير 2 اللاير 3 تحت 2 هتلاقي مين اللي ظهر هنا؟ لاير 2 اهو. طب انا لو طلعت 1 فوق خالص هتلاقي اللاير ده هو اللي ظهر. طب انا ازاي بتحكم فيها؟ قلنا من الكورنر كده بصغر وبكبر. ولو عايز اعمل لها روتيت او تدوير، لو جيت هنا من النواحي الأربعة هلاقي السهم اتحول لنص دايرة، فببدأ أعمل لها روتيت. تمام، بعد أنا كده عملت لها روتيت وعايز أرجع خطوة لورا. يعني دلوقتي أنا غلطت مثلا وعايز أرجع الغلط اللي أنا عملته، كل اللي هتعمله إنك هتضغط كنترول وزد فبترجع خطوة لورا، كنترول وزد تاني بترجع خطوة لورا تاني، وهكذا. عشان لو غلطت في التصميم ما فيش اي مشكلة خالص، بتضغط كنترول وزد بترجع خطوة لورا تاني. طيب المفتول كل ده هنا بختارها ليها حاجة اسمها اوبشنز، الاعدادات بتاعتها. فانا عندي هنا كذا اوبشن، شو ترانزفورم قلنا ان نظهر الكورنر، وممكن لو مش عايز لو انا عايز اظهرها بالاختصار الشورت كات بضغط كنترول وتي بيظهر الكورنر اللي انا ببدا اتحكم في الصوره من خلاله، وبضغط
علامة صح كده. الصورة التعديلات او الاديت اللي انا عملته عليها اتحفظ. طيب ايه الحاجات التانية دي؟ ده اللاين اللي انا ببدأ اساوي الصور من خلاله. ازاي؟ تعال نخلي الصور مقاسات مثلا في قد بعضيها او نصغرها. تضغط صح او بتضغط انتر، وبتضغط هنا او بتضغط كنترول تي، تبدأ تصغر. ازاي بقى افعل الحاجات دي؟ علشان تفعل الاوبشن دي لازم تكون محدد اكتر من لاير. قلنا اللاير تخيلها في دماغك كده زي العمارة، لازم تكون مرتبة بترتيب معين، اللي فوق هو اللي بيظهر على رأس التصميم. نرتبهم تمام. انا عايز دلوقتي احطهم على لاين واحد، فانا بحددهم كده وبضغط هنا، بقول لهم حطهم لي اعلى حاجة اللي هي دي، هما يساوي الكل بدي. فانا لما بضغط هنا تمام كده احطهم جنب بعض، وهكذا لو العكس، لو هما فوق بعضهم كده، واحدد التلاتة كده. انا بحددهم ازاي؟ بضغط كنترول وبحدد كده سواء. دي اداة الموف تول، دي اهم اداة في البرنامج. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.